لنا اسم الصحفي الأول، لكن المؤكد أنه كان واحد من الممسوسين بالبحث عن الحقيقة، ربما يكون دفع ثمن ارتضى الصحفيون على مر الأزمان أن يدفعه. لكنه كتب لنا متى أصبح في مصر نقابة للصحفيين، الفكرة التي بدأت منذ الأربعينيات في القرن الماضي، والتي بسببها تبرع صحفيون حتى بمنازلهم من أجل أن يكون هناك تجمع للباحثين عن الحقيقة. مرحبا بكم في مقر نقابة الصحفيين التي خرجت منها ثورتي 25 يناير و30 يونيو. مرحبا بكم في مقر نقابة الصحفيين التي تحتضن كل فئات الشعب المصري وستظل تحتضن كل فئات الشعب المصري. يوم من أيام مصر ويوم من أيام الشعب الذي خرج دفاعا عن الحرية في كل المناسبات. نعم نحتفل بعام اليوبيل الماسي 31 مارس 41 31 مارس 2016، لكننا لا ننسى أبدا أنه في 31 مارس 1909 أي قبلها بثلاثة عقود خرجت أول مظاهرة شعبية قادها أحمد حلمي جد صلاح جاهين. قوامها 30 ألف مواطن مصري لرفض العدوان على حرية الصحافة، وهم الذين سندوا أيضا مطلب الصحفيين في إنشاء كيانهم النقابي منذ عام 1839. الصحفيين لعدة دورات من 49 إلى 50 ومن 52 إلى 53 ومن 53 إلى 54 الأستاذ حسين أبو الفتح. يتسلم الجائزة ابن شقيق حسين محمد أبو الفتح. في شبراخيط محافظة البحيرة، تعلم الحقوق بالقاهرة واحترف المحاماة سنة 1902، ثم انقطع للصحافة فترأس تحرير جريدة للأهالي اليومية بالإسكندرية عام 1910 إلى أن أصدر البلاغ سنة 1923 بالقاهرة. تولى منصب نقيب الصحفيين من ديسمبر عام 43 إلى ديسمبر 44. توفى في 6 يونيو عام 41 بالقاهرة الأستاذ الكبير عبد القادر حمزة. يتسلم الجائزة الأستاذ خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين. يعمل بوزارة الأوقاف في الإسكندرية، وهو من أسرة تعود لقرية الدوير لمركز صدفة في محافظة أسيوط. تخرج في كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول عام 46، وكان أحد أصغر رؤساء التحرير حين توليه رئاسة تحرير مجلة صباح الخير عام 57. كان أول من هاجم عشوائية سياسة الانفتاح الاقتصادي. تولى منصب نقيب الصحفيين من 67 حتى 68. شغل منصب رئيس تحرير مجلة صباح الخير والهلال والأهرام. توفي في 24 أغسطس عام 96 الكاتب الكبير الأستاذ أحمد بهاء الدين. يتسلم درع التكريم الأستاذ زياد بهاء الدين لأجل المرحوم أحمد بهاء الدين. الأستاذ ناجي البغوري نقيب الصحفيين بتونس الشقيقة. تونس الخضراء. الأستاذ عوض بن سعيد بقوير رئيس جمعية الصحفيين العمانية. محمد شباب
يا سلام عايزينها هنا البدله 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 على اتفضل.